غادي تبقى يا بلادي في قلوبنا وفي الروح الوجب ينادي يا اهلي يا ولادي مدوا الايادي وداويوا المجروح في ديك الجبال تبدلت الاحوال رحيت مال ورا بساس مشات رجال نسوا أطفال والدمع سال من عيون الناس ديك الجبال تبدلت الأحوال تحيت مال ورا بساس مشات رجال نسوا أطفال والدمع سال من عيون الناس الدنيا هي هادي شي جيش غادي تبقى يا بلادي في قلوبنا وفي الروح الواجب ينادي يا اهلي يا ولادي مدوا الايادي وداووا المجروح هذا وقت الجد يد في يد نبني ولتهد بصدق وإيمان بصدق وإيمان نعطي وعبرة كيف كل مرة ونجرح تبرى البسمة تبان البسمة تبان في ديك الجبال تبدلت الأحوال الحيط مشات رجال نسوا أطفال والدمع سال من عيون الناس الدنيا هي هادي شي جيش غادي تبقى يا بلادي في قلوبنا وفي الروح الواجب ينادي يا أهلي يا ولادي مدوا الأيادي ودوي والمجروح تبقى يا بلادي في قلوبنا وفي الروح ديما يا بلادي في قلوبنا وفي الروح بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعات ومتتبعي برنامج نافذة في عيون المهاجرة، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. في ليلة الجمعة الثامن من شتنبر 2023 اهتزت الأرض هزا وزلزلت زلزالا موعا بلغ 6.8 على سلم ريختر، فراح ضحيته الآلاف من البشر والجرحى والمباني والمنشآت والممتلكات، وتابع العالم على الشاشات والوسائل المعاصرة من المشاهد والمواقف والحوادث ما يعبر عن نكبة كبرى وكارثة عظمى لا يتحمل الإنسان أن يتابعها ولا يملك دمعوان نحوها.
أمام هذا المصاب الجلل هب الشعب المغربي يدا واحدة لنجدة ومساعدة المتضررين في المناطق المنكوبة، مسطرا ملحمة جديدة من التلاحم المجتمعي الذي حصد الإشادات من مختلف بقاع العالم. الليلة وفي فترة إطلالة على الوطن سنناقش وإياكم تجربة المجتمع المدني بالعرائش حول المبادرات الإنسانية المقدمة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مؤخرا المملكة وبالضبط منطقة الحوز والنواحي. لكن قبل ذلك باسمي وباسم طاقم البرنامج وباسم ضيوف الكرام وباسمكم أيضا مشاهدي الأعزاء نجدد تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة إلى أهالي وعائلاتي وأصدقائي وإلى كافة الشعب المغربي قاطبة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وإن لله وإن إليه راجعون. يحضر معي في هذا اللقاء الحواري فعاليات مدنية بالعرائش ساهمت وتضامنت بشكل حضوري مع ساكنة المناطق المتضررة، فعاليات أبلت البلاء الحسن في تقديم صورة طيبة عن مدينة العرائش وتركت انطباعا حسنا ومثاليا عن المحنة أو حول المعنى الحقيقي للتضامن والتآزر. يحضر معي الضيوف الأستاذ أشرف طربق رئيس جمعية قطار المستقبل بالعرائش وممثل المبادرة المدنية بالعرائش لدعم المناطق المتضررة من زلزال الثامن من شتنبر. مرحبا سي أشرف. مرحبا بكم وشكرا على هذه الاستضافة. أيضا يحضر معي سيد محمد الهواري رئيس جمعية بسمة للتنمية والتضامن بالعرائش. مرحبا سي الهواري. مرحبا سي أنور ومرحبا بالحضور الكريم والإخوة جميعا. أول مرة كتهضر معنا البرنامج؟ لا أول مرة سي أنور. نعم أخي. مرحبا مرحبا. أيضا هو ممثل مبادرة مدنية بالعرائش لدعم المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر. يحضر معي الصديق والزميل السيد أنوار الشرادي عضو فعاليات مدنية بالعرائش أيضا للتضامن مع المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر. مرحبا سي أنوار. مرحبا بكم، مرحبا بالمتابعين، مرحبا بكل الإخوة في برنامجنا. نعم نعم. في انتظار أن يلتحق بنا السي مصطفى المحمدي فاعل جمعوي وأيضا من الفعاليات التي شاركت في جمع المبادرات لضحايا الزلزال. السي أشرف أبدأ معك. قبل ما تحدثنا على التجربة ديالكم السي أشرف نبغي نعرفوا التنسيق اللي عملته مؤخرا اللي عملته قبل جامعة تبع الرعاة. كيف كانت هذه العملية التنسيق وهل تم التنسيق مع مختلف الجمعيات المدنية أم تم الاقتصار على بعض الجمعيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ذكرى تعازينا للأسر الضحايا والشهداء والمفقودين والمكلومين من جراء زلزال 8 شتنبر الذي عصف بأقاليم عديدة يعني في المنطقة الوسطى ووسط المغرب. طبعا كان واجبا علينا وهذا واجب كل المغاربة أنه بهبة واحدة من أجل إغاثة ومساعدة أهالينا ومواطني المغرب في الأقاليم أو المناطق المنكوبة بزلزال 8 شتنبر. وكل منا يعني تفاعل مع هذا الحدث بطريقته. فكرنا جيدا وقلنا أن المجتمع المدني في مدينة العرائش له قيمته المضافة واشتغل على مدى سنوات طوال يعني منذ بداية التسعينات في أعمال مشتركة اجتمعت فيها كل الألوان السياسية وكل الاتجاهات الإيديولوجية وكل التخصصات الممكنة من الجانب التنموي والجمعوي والاجتماعي والثقافي والفني إلى آخره والطفولي والشبابي. فقلنا لما لا نفكر جميعا بإنشاء وإحداث تنسيقية تجمع كل هذه الإطارات المدنية حتى تجتمع قواها وحتى تنسق في مجهوداتها وعملياتها وتكون خير ممثل لمدينة العرائش. طبعا الدعوة كانت من خلال كان عندنا واحد المرصد يعني يعنى بتتبع
كل ما عنده علاقة بتأهيل مدينة العرائش ومراقبة المآتم العمرانية. فبعض الإخوة جزاهم الله خيرا يعني قاموا بإطلاق هذه المبادرة والدعوة إلى عقد جمع عام مفتوح في المركز الثقافي لكسوس. طيب هل الدعوة معليش اصلا مرتبطة؟ كنقاطعك، غادي نقاطعك. هي غنرحب بالسي مصطفى المحمدي اللي التحق بنا مؤخرا ونقدموا له التصحيح. تفضل سي. مرحبا سي مصطفى. مرحبا أنور، كيف الأحوال؟ نعم مرحبا، شكرا. استمر سي اشرف التدخل ديالك. طيب هل كانت هذه الدعوة في الشق الثاني من سؤالك مقتصرة على بعض الإطارات دونها؟ أبدا، لأن الدعوة كانت مفتوحة وكان هذا جمع عام تأسيسي وانتظرنا تقريبا، كان اللقاء من الساعة الرابعة تقريبا، انتظرنا واحد نص ساعة ولا 45 دقيقة من أجل أن تلتحق كل الإطارات، والحمد لله التحقت عدد من الإطارات وعدد من الشباب وعدد من الفعاليات المدنية والمستقلة والفردية أيضا، وتشكل هذا الإطار الذي أسميناه المبادرة المدنية بالعرائش لدعم المتضرري أو لدعم المناطق المتضررة من زلزال جنوب التعبير. وقررنا في هذا الإطار أن نلتزم بعدة توجيهات، على رأسها أولا أن نغيب أسماء الإطارات والأفراد والأشخاص، أن تدوب يعني ألواننا السياسية والجمعوية والتخصصية في إطار واحد، وأن ننسق هذه المجهودات وفق خارطة طريق واضحة. سي وهنالك اشرف، واش سي اشرف اسمح لي، هذه الاطارات اللي الجامعات واش كان الهدف، يعني هدف بشكل مستمر ام هو مؤقت فقط، يعمل يعني الفتره الحاليه اللي كتعرفها البلاد وهي الفتره ديال الزلزال، ام عنده اهداف مسترع للمدى البعيد مثلا، او عنده اهداف اخرى من غير تقديم الدعم لمبادره الضحايا الزلزال. النقاش الذي كان آنذاك في توقيت التأسيس كان طرح إشكالية أن أغلب التدخلات الإغاثية التي تبني على تقديم المساعدات تكون تدخلات ظرفية ومؤقتة ولحظية، وهذا طبيعي لأنه حماس الأشخاص غالبا ما يخبو وينطفئ جراء بذل المجهود، لأنه الإنسان راه بشر صعب عليه أن يواكب. الاستمرارية دائما تكون في إطار المؤسسات. انتبهنا لهذه النقطة وأكدنا على الأقل أن خص يكون عندنا أنشطة على المدى القصير وعلى المدى المتوسط. المدى الطويل هي مسؤوليات إطارات ومؤسسات عمومية وإدارة الدولة، مش دير مشاريع ضخمة ذات الأثر البعيد أو طويل الأمد. لكن احنا على الأقل قلنا تكون عندنا أنشطة وأعمال يعني على المدى المؤقت أو على المدى القصير، وبعدها تكون بعض المشاريع على المدى المتوسط. إذا هذا الأمر هذا تمت إثارته في النقاش، ولعل بياننا الذي تم إصداره كان واضحا وكان يعني محددا لطريقة تدخلنا. وإذا لاحظت أيضا حتى على مستوى القوافل التي تم تسييرها، يعني كانت تكون بشكل تدريجي على اعتبار انه اول قافله يمكن يتكلم عليها السي الهواري. نعم بسم الله، سمحتي لي سي اشرف قبل ما تحددنا التجربه ديالك، كنبقاو دائما في هذا الاطار. غادي نمشي عند السي محمد الهواري اللي كان حاضر حتى هو معكم في هذا الاطار هذا. السي الهواري مرحبا سنه. خلال هذا اللقاء هذا التنسيق مع مختلف الجمعيات المدنيه بالعرائش، شنو هي يمكنك تقول على نقاط الاختلاف او التوافق اللي كانت بين هذه الفعاليات هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اختلاف محددة أم كان يعني التوافق المطلق على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لإخوان برنامج نافذة بعيون مهاجرة، ومرحبا بالإخوة جميعا ممثلين المجتمع المدني بالعرائش. صراحة الاجتماع الأول اللي كان يوم الأحد وحضروا عدد كبير كما قال الأخ أشرف، عرف واحد التوافق كبير الحمد لله، واحد رغبة كبيرة بداوها الجمعيات باش نقوموا بنوضوا نخدموا. احنا في جمعية بس ما كنا بدينا المبادرة، ولكن بقينا في إطار التنسيق اللي درنا مع جمعية مدينة عرائش. حاولنا كل خطوة كنديروها بالتنسيق معهم، وكل مبادرة كانت باسم مدينة عرائش، حتى ولو كانت جمعية كيكون داك الشيء يعني كنركزوا على أن هذه مبادرة مدينة عرائش. الإخوان قاموا بواحد المجهود كبير، مجهود كبير ابتدأ يعني مر الاجتماع بدا العمل. نعم هذا هو اللي كان جميل في المبادرة، يعني الاخوه ما انتظروش. احنا ملي مشينا نقول بان كان واحد التوافق، كان واحد التوافق بين هذا التوافق ما كانش نقاط طبعا، لان نعم
الكارثة كبيرة، نعم والحمد لله التعاطف المغاربة راه داك الشيء بان على المستوى الدولي. نفس الشيء كان مدينة العرائش والتنسيقية والمبادرة اللي دارت، بقى غير العمل اخواننا كاملين يشتغلوا بدون استثناء، كلهم من من كل جهته، مكان. والحمد لله استطعنا نقدم واحد الصورة على مدينة العرائش. نعم سي مصطفى، كنعرفوا بان العمل التطوعي والدعم المبادرات الانسانيه في مثل هذه الحالات، هل من الطبيعي ان يكون تناسق، يعني يكون واحد التنسيق بين المجتمع المدني، ام ان الامر لا يقتضي ذلك، وان كل جمعيه من الاهداف ديالها يعني تقدم مساعدة دون تنسيق مع جمعيات اخرى؟ سي مصطفى، هي انوار ملحمه شعبيه، لهذا فالقافله ديالنا حنايا لم تكن في اطار مؤسساتي ولم تدعو لها اطارات. مجموعه الاخوه المواطنين اجتمعوا فيما بينهم ودعوا الى تنظيم قافله شعبيه، وتشاركوا فيها الاخوان ديالنا الحي ديال الطليطو، الحي جنوب حسينه. السؤال ديالي كان محدد، يعني واش السؤال ديالي كان محدد، يعني واش انتم يعني بما انكم يعني واش كتشوف بان هذا التنسيق هو ضروري منه حتى تنجح هذه المبادرات، ولا كتشوف بان كل جمعيه كانت كتوفر على الامكانيات الذاتيه ديالها يمكن لها تنطلق في تقديم المبادرات، يعني بما بحكم انكم انتم خديتوا هذه البادره هذه بدون مثلا ما تنسقوا مع هذه الاطارات هذه؟ شوف، هي المشاعر هي التي حركت، نعم المشاعر اللي حركتنا، ماشي احنا نبقاو نتسناو فوقاش نتجمعوا كاطارات، فوقاش نديروا اجتماعات. ضروري العرائش تسجل الموقف ديالها كباقي المدن التي نهضت وقامت بمجموعه من المبادرات. العرائش كانت تاخرت شويه باش نكون واقعيين، نعم العرائش كانت متاخره باش تاخذ المبادره وتلتحق بالركب ديال الشعبي اللي دار المواطن المغربي. لهذا فالملحمه الشعبيه التضامنيه هذه كانت بواحد مجموعه سياقات. السياق اللي بغيت نهضر ليه انا هو ان العرائش يجب ان تضع بصمتها اولا، وكاين سياق اخر تلقفه المواطن المغربي كافه وحتى العرائشي، هو السياق ديال ان هناك قوى خارجيه، راه كل شيء مترابط اخي انوار، قوى خارجيه صاحب جلاله رفض مساعدتها، وهذه رساله مشفره بعثها الملك للمواطنين وللشعب، وتلقفها الشعب بقوه، بمعنى ان المواطن والشعب قادر لوحده بدون مساعدات خارجيه اجنبيه. نعم. ان يهب سي مصطفى، قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع هو التحدث او الحديث عن التجربه ديال كل ديال الجمعيه ديالكم، غنمشي لانوار اللي هو ايضا ممثل ديال التنسيقيه او ديال المتضررين ديال زلزال 8 جوج جنبيات، اللي يعطينا رايه ديالو حول هذا الاطار، حول هذا التنسيق هذا، الى اي مدى يمكن ان يساهم مثلا في هذه المبادرات ديال ضحايا الزلزال. واولا تحيه للاخ انوار العيساوي على الاستضافه ديالنا في هذا البرنامج نافذه بعيون مهاجره اطلاق تراب الوطن. وقبل ما ندخلوا في صلب السؤال، لابد ان نترحم على ارواح الشهداء والضحايا الزلزال شو تنظير المغاربه، وكذلك لا ننسى المرحوم عبد العزيز الحراق ابن مدينة العرائش الذي وافته المنية، وهو يجتمع نعم احد القافلة وهذا، وهذه المناسبة عازينا الحراق الى الأسرة ديالو الى الأصدقاء ديالو الى الجميع. نعم نجدد التعازي ايضا. نعم انا سعيد الان بالتواجد ديالي مع الضيوف الكرام، وخصوصا الاخوه اللي كنعرفهم فاعلين جمعويين حقيقيين، هذا من جهه. ومن اول ثانيا كنشكر السيد عبد العالي الهمداني وكذلك الاخت سناء، وكنقول لهم شكرا بزاف على هذا البرنامج هذا ديالهم. والحقيقة الزلزال ديال منطقة ديال الحوز أو تالودان أو المغرب اللي كان جعل نتاع في واحد المشاعر كبيرة.
لكن انا جد سعيد جدا جدا انني اكون واحد عضو من المبادره المدنيه بالعرائش في التضامن مع المناطق المناطق اللي درى فيها الزلزال. واولا انا كنقول واحد عندي واحد ثقافه دائمه، اساس التنظيم هو التوجيه والارشاد والتقدير والمتابعه. لكي ينجح الانسان في المهمه دياله ضروري يكون التنظيم التوجيه والارشاد والتقدير والمتابعه. والمعامله الانسانيه تحتاج منا الى الاخلاق العاليه، اذا كانت عندنا الاخلاق العاليه فكن اكيد اننا ننجح في التقدير. انا اليوم كنشكر كل من الاخوه اللي استضفونا في مركز الثقافي ليكسوس، كل من اشرف طريبق اللي معنا، الاخ اشرف طريبق، السي عبد الرحمن اللانجري الفاعل الجمعوي الكبير، رضوان الحدد، وعطاونا دروس وتقطير وتوجهنا بهذاك التقطير الى مكان الى عين المكان، وكان المتابعه ديالنا وكنا ناجحين في المسائل ديالنا باش نوصلوا المهمه الانسانيه ديالنا. اذا نحن بمدينه العرائش نحتاج الى التجمع، لا نحتاج الى التفرقه. لننظر مثلا الى مهرجان اولاد المدينه، اين كان؟ لا الى سي انوار، مع ذلك نجح. باش نجح؟ بالتجمع ديال اولاد المدينه كاملين في واحد النشاط ودعموه. اذا نحن نحتاج الى الدعم الجمعوي ككل، ما لا نحتاج الى التفرقه او نحتاج الى الاعمال الفرديه. فلهذا المنبر نتمنى على اي كل جمعيه، ربما كل جمعيه تكون كل جمعيه كيكون عندها واحد الاهداف انسانيه نبيله، ربما لا تحتاج ضروره انخراط في التنسيق بقدر ما تحتاج الى ايصال وتحقيق اهدافها بايصال المساعدات الى ذويها. غادي نرجع للسي اشرف. سي اشرف مرحبا، انا كنسمعك. سي اشرف، بحكم المساهمه ديالكم والتجربه ديالكم في هذا تقديم المساعدات، قبل ما تحكي لنا بالتفاصيل بغيناك توضعنا في الصوره العامه، في الصوره وتوصف لنا المنطقه اللي زرتوها، يعني الحاله ديالها بعد الاصابه الزلازل او التعرض للزلزال. والسؤال الثاني، شنو هي بماذا تميزت التجربه ديالكم في تقديم المساعدات؟ شنو هي المميزات ديال هذه التجربه هذه؟ طيب، قبل ما نقدم الاجابه ديالي على السؤال ديالك سي انوار، لماذا سمعنا وتريتنا حتى نقوم بالمبادرات ولا الانشطه عن طريق الخواطر التضامنيه؟ اولا لانه عرفنا انه المغاربه طبع كريم ويهبون للنجده، لتقديم النجده. وطبعا المغاربه يعني سواء من افراد ولا جمعيات ولا منظمات ولا ممثلين ديال اي اطارات معينه سيكونون حاضرين في المشهد. وعرفنا على انه الالاف من السيارات والشاحنات ستهب من شمال المغرب الى جنوبه الى المناطق المتضرره والمنكوبه من الزلزال الحوز. ولكن ما الذي كان سيقع؟ اولا الخطوه الاولى كانت دائما هي تقديم انقاذ المفقودين، تدخل الجهات الامنيه، تدخل الاطر القادره على تقديم خدمات الانقاذ والاسعاف. عاد يجي دور الجمعيات في تقديم المساعدات الغذائيه او الالبسه او الافرشه او الاغطيه او الخيام او التاطير النفسي او القوافل الطبيه الى اخره. فبالتالي كان لا بد من اعطاء فرصه من الوقت. نحن لا نتكلم عن تاخر، ولسنا في سباق مع الزمن باش كل واحد يدي هذا يدي ذهبيه ولا هذا يدي فضيه ولا هذا نحاسيه. ولا ما كانش دخلت العريس في الاول ولا في الاخر، راه الاخوان ديالنا في اقاليم الحوز كان لا يعتقهم من ورزازات ومن العيون ومن طنجه ومراكش ومدن اخرى، ولكن كان لابد ان نعطي فسحه من الوقت للقادرين على التدخل الفوري. احنا ما نجيوش نعيقوهم، نحن ليس لدينا خبره على مستوى الكشفيه او الانقاذ او منظمات دوليه او اجهزه امنيه عسكريه الى اخره. هذه المساله الاولى. ثانيا، هناك مسالك التي انهارت بالكامل، هناك طرق انهارت بالكامل، كيف ستصل هذه المساعدات؟ يعني جهدها كامل كانت ستفرغ في الاماكن في المراكز القرويه او في المدن الكبرى، ثم عاد تاتي مرحله ديال اعاده توزيعها وايصالها للدواوير المنكوبه. اذا كان لابد ان ناخذ فتره من الزمن
نقيموا فيه الوضع ونديروا الاتصالات ديالنا. ما نساوش ايضا هناك نتوب هذه العمليه سي اشرف، سي اشرف نتوب هذه الاتصالات اللي قمتوا بها بمن اتصلتوا؟ واش مثلا بمن شنو الاتصالات اللي درتوها باش تعرفوا الوضع، الوضع ديال الحقيقي ديال المنطقه قبل ما توصلوا تما؟ اولا اتصلنا بالساكنه اللي كنعرفوا. الاتصالات اللي قمتوا بها مع من اتصلنا؟ اولا بالساكنه، كل واحد اتصل بالساكنه اللي كيعرف الاقاليم المنكوبه، الحاوز وشيشاوا ورزازات وتارودانت الى اخره. اتصلنا بالاطارات المحليه لان طبعا هي حتى هي هبات وبدات كتنظم وكتجمع القوى ديالها، وهي ايضا ارسلت نداءات صريحه لنا. ثالثا اتصلنا بالاطارات اللي سبقتنا والاطارات اللي عندها تنظيمات وطنيه، كاينه مؤسسات اللي عندها فروع وعندها امكانيات ضخمه واللي بدات كتحرك كتهبط الشاحنات ديالها من البدايه، فسولناها على الطريق على المناطق المستهدفه الى اخره نوعيات. ولهذا اذا لاحظتوا ان مشات القافله ديال الاخوان ديال بسمه واستفدنا من التجربه ديالهم خصوصا هما مشاو للمنطقه ديال ام زميز، استفدنا ايضا من القافله اللي سيروها الاخوان اللي كان معاهم سي انور الشرابي واللي مشاو للمنطقه ديال الحوز. قررنا لان القافله الثالثه اللي جمعت فيها المجهودات ديال المبادره كامله تخرج 16 تنبير تمشي نحو اقليمي تالودانت وورزازات. نعم القافله ديال انا كنت تماما انا كنركز على التجربه ديال نعم انا كنركز على الهدف من هذا اللقاء هو نعرفوا التجربه ديال كل ديال ديال كل جمعيه او ديالكم فهاد باش يمكننا نستمروها مستقبلا. اذا التجربه ديالكم الاطارات اللي نتوما يعني المنخرطين او المتطوعين اللي مشاو معكم شكون هما؟ واش ناس عندهم مثلا تكوين في شي ميدان ديال الاغاثه او ناس هكذا تطوعوا بشكل عفوي؟ يعني بغينا نعرفوا هاد الجزئيات. طيب انا نكمل الجواب ديالي ارتباطا بالاماكن التي استهدفناها. اذا قلنا القافله ديال 16 شتنبر توجهت نحو اقليم تارودانت واقليم ورزازات. في ورزازات كان عندنا اتصال بالمنطقه ديال تيكف مباشره حيث وقفنا على الاضرار وقدمنا المساعدات، كاين 200 اسره متضرره، عطينا الامكانيات وتواصلنا مع الفاعل المحلي وكان واحد المخزن اللي توفرت فيه الامكانيات وبدات عمليه التوزيع على الاسر خصوصا من الجانب ديال الخيام والالبسه والاغطيه والمساعدات الغذائيه. فيما يتعلق بوصلنا لاقليم تارودانت لقينا على ان كان واحد الانزال كبير داخل تارودانت لانه كان وقع واحد النداءات للصغاثه ان تارودانت ما استفدتش مقابل اقاليم الحوض وشيشاوا الى اخره. ولكن وصلنا لعين المكان لقينا على ان كاين قوافل كثيره جدا هبطت، دونك نسقنا مع مؤسسات رسميه في عين المكان ومع فاعلين محليين واختارينا واحد المكان كبير اللي هو ديبو اللي جمعنا فيه المساعدات. عاد هنا كننتقلوا نحو الدواوين باش نستهدفوا. هذه العمليه لا زالت مستمره ولا زالت التمثيليه ديال المبادره في عين المكان تقوم بايصال هذه المساعدات الى الدواوير المنكوبه. نجي للشق الثاني، من رافقنا في هذه المبادره؟ نعم هذا هو السؤال. اولا حنا انطلقنا في الحقيقه قافله اللي كانت كبيره شويه من حيث عدد المشاركين لان دينا شي تقريبا شي دو ترونسبورت بيرسونيل 17 15 فرد زائد السيارات الى اخره. الهدف لم يكن كثره العدد ولكن حنا عارفين على انه الشباب اليوم لم يعيش هذه التجارب ولم يعيش هذه الازمات، ولذا فهو مطالب بالانخراط فيها والعيش في اجوائها. فكان الهدف اولا هو ان يعيش الشباب هذه التجربه. الشباب ما عندهمش تجربه كبيره وما عارفين حتى شنو الواقع، ربما تكلم لهم على بعض الاقاليم لم يصلوها قط ولا يعرفون هي عبر شاشات هواتفهم. فكان من الاجدر ان يصلوا الى تلك المناطق، ان يعرفوا طبيعه الاضرار والاثار والنكبه التي اصابت تلك المناطق، ان يروا الامانات المهدمه، ان يروا التكاله، ان يروا اليتامى، ان يتعرفوا عليهم، ان يقدموا خدماته في مجال التنشيط وتقديم الادويه والملابس الى اخره. وطبيعه الحال عندما عاد الاخوه المشاركون في هذه القافله عادوا بافكار جديده وبخلفيه جديده وعادوا اكثر حماسا للعوده الى عين المناطق بافكار ومبادرات اكثر اثرا على ارض الواقع. اذا هذا كان هو الهدف. هذا الاثر، هذا الاثر، الاثر الايجابي اللي يمكننا نستافدوا من التجربه ديالكم. نعم تماما، يعني اشراك اكبر عدد ممكن من الشباب من النساء، كاينه بطبيعه الحال اخوه اللي كانت عندهم تجربه سواء على المستوى الجمعوي والمدني والتطوعي الى اخره، ولكن كانوا الاخوه اللي اكتشفوها لاول مره، وبالتالي كان هذا اثر ايجابي ان هاد الشباب هادو والاخوان كاملين والاخوات اللي شاركوا في هذه القافله انهم يعرفوا داك الشيء. لقاء التقييم سيكون
لما انا التقييم غادي نخليه التقييم نخليه في اخر اللقاء. يعني عند الهواري بالتجربه القافله ديالكم السي الهواري نفس السؤال. اولا كيفاش كانت كيفاش قامت العمليه ديال جمع التبرعات هنا في عريش قبل ما تنطبقوا؟ ثم من وصلتوا كيفاش وضعنا في الصوره ديال المنطقه اللي زرتوها ام زميز؟ يعني واش بالحده على ترودات او ردادات ام يعني بغينا توضعنا في الصوره؟ بالنسبه لجمعيه بسمه حنا كنشتغلوا من 2011 الحمد لله في العمل الاجتماعي، ركبنا واحد التجربه كبيره، عندنا تنسيقيه مع جمعيات وطنيه. المشكل اللي كان في اليوم الثاني ديال الزلزال هو ان ما كانش التواصل مع المناطق ديال اللي وقعت فيها الكارثه، كان الكهرباء مقطوع، كانت شبكه اتصال مقطوعه. هذه في امزغ لا كنهضر بصفه عامه، كنهضر بصفه عامه لان التنسيقيه اللي عندنا كنا كنسقوا عن طريق واتساب المناطق الاكثر تضررا، ما كانتش كتجي معلومات. يوم السبت ما كانش معلومات نهائيا، حتى لحد صباحا عاد كيوصلوا المعلومات ديال المناطق اللي وقعت فيهم، يعني الساكنه كتقول الاحتياجات ديالها. هنا كان التحرك ديالنا حنا في جمعيه بسمه، تواصلنا مع مجموعه من الجمعيات. انتم في القافله ديالكم واش كنتوا يعني محددين انتم الجمعيه ديالكم واش كنتوا محددين الوجهه يعني المسؤوليه؟ لا طبعا كنا منسقين يعني كنا منسقين مع جمعيات ومع افراد داخل الدواوير. مشينا مباشره للدواوير المستهدفه، حاولنا نوصلوا يعني لابعد الدوار وان كانت الطريق مقطوعه، حاولنا نوصلوا لعندهم لان عندك واحد الامانه خصك توصلها بيدك، وفي نفس الوقت كتشوف الواقع ديال والاحتياجات ديالهم. لان في القافله الاولى حاولنا حتى باتصال مع الاخوان في المبادره نقول لهم الاحتياجات ديالهم، عدد كبير ديال الاحتياجات ما كناش ديناها في الشاحنه الاولى. شنو نوع المساعدات اللي كانت في القافله ديالكم؟ القافله الاولى دينا كل شيء طعام، لا دينا كل شيء طعام، وتقريبا المناطق اللي وقع فيها الزلزال كامله الحمد لله من ناحيه ديال الطعام وصل لهم واحد الكميه كبيره. ظهرت احتياجات اخرى حاولنا وفرناها في الشاحنه الثانيه والشاحنه الثالثه اللي اتينا الصبح ان شاء الله. ظهرت احتياجات ديال الخيام، احتياجات ديال لي باليت، ديال المطارب، ديال المناطي، بمعنى احتياجات اللي ما كناش ملي مشينا في الشاحنه الاولى بان احتياجات خاصه ديال النساء، الملابس كانت قليله، بمعنى حاولنا في التواصل مع الاخوان اللي انطلقوا من مدينه العريش من بعدنا يوفروا الاشياء اللي ما ديناهاش حنا معنا. الاهم تجربه في هذه العمليه كلها هو التنسيق، لان بدون تنسيق فالمساعدات صراحه ما كتوصلش بالطريقه والكيفيه اللي خصها توصل بها. حاولنا في التجارب كامله كما اخوان المبادره واخوان في التجارب الباقيه اننا اي تحرك يكون فيه تنسيق. اليوم عندنا اجتماع في الجمعيه باستعدادا للشاحنه ديال نهار السبت. اليوم في الشيء ما كنتصلوا بالساكنه كنشوفوا واش الاحتياج تبدل، بمعنى التواصل مع الساكنه ضروري جدا. يعني اذا باقي طويل ان شاء الله. نعم غنمشي للسي مصطفى. اسمح لي السي الهواري غادي ننتقل للسي مصطفى. تفضل سي مصطفى. الجمعيه ديالكم. نعم سي مصطفى، الجمعيه ديالكم ربما بغينا نقولوا تاخرات في الانطلاقه ديالها على حسب العلم ديالي في العريش، يعني كانت ربما هي الى ما خانتنيش الذاكره كاخر قافله توجهت. لا نقيض نور. لا كانت المده ديال جمع التبرعات في العريش هنا كانت عمليه جمع التبرعات في العريش. السؤال ديالك السي مصطفى مباشر، واش واجهتوا شي واش ما واجهتوا شي مشاكل هنا في العريش قبل ما تنطلقوا؟ اولا خي صحيح اخي انوار، القافله ديالنا كانت مباشره صمر القافله ديال جمعيه بسمه، والاستاذ محمد الهواري عارف هذه المعلومه هذه. بالنسبه للصعوبات اخي انوار، انا قلتها واحد الفيديو، قلت بان جمع التبرعات اسهل من توزيعها. الصعوبه لقيناها في التوزيع ديال التبرعات ملي وصلنا للمنطقه المتضرره، اما هنا الامور كانت غادا بسلاسه. هنا في العريش كان خراط، كان خراط ديال الاحياء الشعبيه ديالنا، والتبرعات كانت من المواطن الى المواطن، فهمتي؟ ما عندنا لا تبرعات المؤسسات ولا رجال المال والاعمال، ما عندنا والو، المواطن البسيط المسكين جا كيتبرع بداك الشيء اللي عنده، والحمد لله الاخوان ديالنا دعمونا. مصطفى انتم في القافله ديالكم
واش كانت محدده في النوع ديال التبرعات، مثلا مواد غذائيه اطعمه، ولا كانت متنوعه افريشه او ملابس الى غير ذلك؟ كانت متنوعه. واش كانت عندنا افريشه وملابس واغذيه كانت متنوعه. غير اللي بغيت نركز عليه هو ان توزيع المساعدات هو اللي كان فيه صعوبه. توزيع المساعدات اللي كان فيه صعوبه بطبيعه الحال. الصعوبات اننا مشينا في الاول منطقه شيشاوة، وصلنا تما وبتنسيق مع منظمه الهلال الاحمر الهلال الاحمر والاغاثه، حيت كانت معنا الاخت مريم بودياب العضوه في المنظمه، كانت معنا هي ونسقنا معهم، ولكن كنا كنديروا معهم خرجات وكنديروا معاينه للمناطق اللي خصنا نعطيوهم تبرعات، وكنا كنلقاو بان مناطق ما خصها حتى خير اخي انور منطقه شيشاوة. وانا كنت ديت واحد الدليل ربما صار الانترنت عندك ضعيف سيل مصطفى. وي كنسمعك هاهو. عندنا تقطع في الصوت والصوره غير يعني عندك ضعف في الصبيب في الكونيكسيون يعني الصبيب الانترنت. مزيان دابا غادي نمشي عند انور الشر، غادي نعاود نرجع لك سي مصطفى. سي انور معايا؟ نعم انا متفق معك سيدي. سي انوار؟ نعم سي انوار. انا مرحبا سي عيسى. ربما كاين شي مشكل في الصبيب ديال الانترنت. انا كنسمعك. احكي لنا على التجربه ديالك سي انوار، تجربه القافله ديالكم نتومايا والمنطقه اللي مشيتوا لها. حنايا ملي كنا لصقنا مع الاخوان ديرنا اللقاء ديال المركز الثقافي، كانت خرجت واحد اللجنه ديال التوجه وديال المتابعه ولكن حنايا القافله ديالنا ديال شارع بن يوسف كانت عندنا لجنه تنظيميه اللي كان فيها خيرة الشباب ديال مدينة العرائش بأبنائها الأبرار، ياسر بن أموح، مصطفى العسري، هادو كانوا في التواصل مع الجهات المحلية والوطنية. كان معنا عبد العالي بدا، حمزة العمراني، هشام تيجاني. هاد الشباب بالمناسبة راه اللي دفعوا من هاد أول تجربة ديالو هي الغيرة الوطنية، هي الإنسانية، هي حبهم للوطن وللتراب الوطني. هاد الشباب يعني ما أعطانا واحد الفكرة ديال شباب مدينة العرائش، هاد الأسماء اللي قلتهم أن عنده فكرة، ما كنا لا فرق بين ريفي ولا بين جبلي ولا بين سوسي ولا بين شرع ولا دير، إحنا مغاربة وقع واحد الكارثة إنسانيا، خصنا نتعاونوا خصنا نتلاذوا. ومن هذا المنبر كنشكرهم وكنقول لهم زعما كنتم خير بعثة من مدينة العرائش وكنحييهم بدوري. خي أنور الدواوين حنا ديال اللي مشينا واللي كان عندنا تنسيق مع أجوكاب إنكادر ركيت أنسني تاح الناوس، هادو مناطق موجودة في الحوز، ولكن حنايا ما كناش في القافلة الأولى ولا الثانية. حيت الأولى أخي أنور باش تفهم، القافلة الأولى خرجت بعد بسمة في الثلاثاء نهار الثلاثاء 12 تنبيط، القافلة الثانية خرجت مع القافلة ديال أشرف الطريرة 16 تنبيط، يعني درنا جوج قافلات باش تفهم. هذيك القافلات الأولى دينا مواد تيلة، دينا خيرات الله، دينا الخضر، دينا الفواكه، حتى أن واحد السيدة مسكينة واحد الموقف قاع شبرت العنب في يده، قالت لك انا هذا الشيء هذا العنب هذا ما شحال ما كليته شحال ما شفته. يعني الناس الخير اللي عطاهم الله وهذا هو واخا بهذه الكارثه اللي كنسميوها، ولكن كانت الخير على هذوك الناس. حنا لقينا الصعوبات اخاي انور هو في التوزيع اول، ولكن اول حاجه شنو درنا هنايا ترخيص، وحنا كنشكر السيد الباشا على التقرير ديالو وعلى الجلسه التقريريه ديالو واللي ذكر معنا وانه عطانا ارشادات ومشينا بها. وثانيا توجهنا الى الحوز ومشينا الى عند الدرك ودرنا واحد
واحد ديبو وحطينا كل حاجه ديالنا بوحده، الماء بوحده، القفه بوحده، الافريشه بوحده، الارضيه بوحده، الفواكه بوحده، يعني كل شيء بوحده. هذيك الكاميونات نزلناهم ودينا اربعه الخيمات وتما جلسنا. في الصباح جا عندنا شكون كيتكلف، شكون هذا سي انوار، شكون كيتكلف بالتوزيع؟ يعني من حطيتوا هذه المساعدات عند الدارك، شكون تكلف بالتوزيع ديالها؟ توزيع على خير، حنايا كل جوج ديال الناس كانوا كيشبروا بيكو او سيزوكي كيطلعوا من قمه ديال الجبال. حنا كنا كنوزعوا بيدنا وكنوزعوا في قمه ديال الجبال، ماشي لان شوف اخي انوار، حنا مشينا بواحد التحدي ديال واحد المغامره غنديروها انسانيه، ان قلنا الناس اللي في المناطق المنبسطه وكذا غيكون عندها سهوله ديال ايصالات المعونات ديالها، ولكن الناس اللي في القمم ديال الجبال اللي مسكينه راه صعيب باش توصل، راه الا ما كانتش عندك القوه البدنيه والاراده انا ما تقدرش توصل ليهم، الا ما كانتش عندك العزيمه وحب الوطن والانسانيه في قلبك بصح انا ما توصلش ليهم. ولكن هاد الشباب هادو اللي مشاو معايا واللي كنتهم خمسه بهم كانت عندهم واحد الاراده واحد العزيمه قويه 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 بزاف، وما كانوش كينزلوا الارض، كانوا كيبغيو يطلعوا للجبال. تعرضنا للتلكيلات كانت متوحشه لقيناها، ولكن مع ذلك اننا خمسه ديال الدواوير ولا سته الدواوير غطيناهم. والدواوير اخي انور شحال فيهم داد الناس كامل بين 130 حتى 120، يعني الدواوير صغيره ولكن في القمم ديال الجبال. واش فهمتيني اخي انور؟ كنقول انا راه كنهضر معك عفوا دابا. لا فهمتك غادي. لا حنا حنا بغينا نستافدوا من التجربه قبل. يلا اسمح لي اخي انور، حنايا ملي مشينا لصقنا مع الدرك عطاونا واحد القامت ديالنا الديبو ديالنا وحطينا في الصباح، كنا كل جوج فينا كيمشيو الماتشار، شحال كنقدروا نديروا النوبات نمشيو لهذاك الماتشار؟ كنديروا في النهار ثلاثه المرات، فهمتي؟ كنلقاو الطريق مقطوعه، كنلقاو انهيارات، كنلقاو يعني كنا كنلقاو تحدي كبير 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 جدا، وكان صراحه صعيبه 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 على الاراضي المنبسطه، يعني نمشي نوزع في الاراضي المنبسطه كتجيني نمشي نحط عند الاطراف هذه. ولكن حنايا ما دخلنا معنا لا جمعيات ديال من الحوز ولا سلطه من الحوز ولا حتى شي حاجه، كنا كنقوموا بالشغل ديالنا. وراه نرجع غادي نرجع غادي نرجع للسي مصطفى محمدي. نتمنى تكون دابا نتمنى تكون الكونيكسيون مزيانه دابا وتكمل التجربه ديالك، ركز لي على الصعوبات. الصعوبات اخي انوار، ملي وصلنا تما مشينا منطقه شيشاوه، مشينا بقينا كنديروا معاينات مجموعه ديال الدواوير، لقينا ان هناك واحد الفائت تما، لدرجه انني صورت واحد البيكوب هبط من الجبل مهبط المناطق ومهبط الاغطيه والافريشه. اكتشفنا ان هناك منطقه مليئه بمجموعه من الصناصر اللي كيوجهوا المناطق ديالهم، المناطق اللي يهبطوا لهم السلعه مره اخرى، وهذه من السلبيات اللي وقعت ضروري. فهمتني ضروري الكوارث الحقيقيه اللي كيظهروا تجار المعاصي. ملي اكتشفنا ان المنطقه مليئه بهذه الامور السلبيه هذه، غيرنا الوجهه ديالنا واتجهنا جهه تارودانت، اتجاه ديال الاولوز الجامعات تسراس. هناك مجموعه دور صعدنا الجبل اخي انوار، كما قال الاخ انوار الشرادي، فعلا تجربه عميقه وتجربه كبيره ديال الصعود الى الجبال وتلاقى مع الناس الدراويش وتعانقهم وتبكي معاهم وتشوف اسر مكلومه مسكينه وتشوف يتامى وتشوف ارامل، زعما واحد التجربه استفدوا منها الشباب ديالنا ديال 19 و20 عام مشاو معنا في العمر ديالهم، الدري ديال كليطو والدري ديال جنب حسينة، راه كما قال الاخ اشرف في المداخله ديالو، راه رجعوا بواحد الخلفيه اخرى، اكتشفوا العمق التاريخي للوطن ديالهم. وعاد ملي كنا غادي حنا كنا كنهضروا على الدوله الموحديه والتاسيس ديالها، وان المنطقه عرفت واحد عندها واحد التاريخ عميق وتاريخ كبير في التاريخ الوطني اخي انوار. المهم التجربه كانت مليئه بالتحديات ومليئه بالاستفاده، بالرغم ان الصعوبات كانت بالرغم ان الصعوبات كانت كبيره، ولكن كانت استفاده اكبر اخي انوار. نعم سي اشراف، ربما الاخوان تكلموا على انهم كلهم يعني وجدوا واحد الصعوبات في التوزيع،
في نظركم انتم بعد انتم واش لقيتوا صعوبات في التوزيع ام هذاك ام داك كنتو درتوا واحد يمكن نقول حاله سباق يعني باتصالات ديالكم بالتنسيق ديالكم مع الاطارات الاخرى او الجمعيات الفعيل المكان مع السلطه واش ما صادفتوش شي صعوبات؟ لا بالنسبه للقافله ديالنا ما كانت حتى شي صعوبات في التوزيع لانه انا اللي توجدت في المنطقه في الاقليم ديال ورزازات لقيت الجمعيه المحليه كتسناني في الدوار درنا جوله على الدوار قيمنا الاضرار للاسر وجلسنا معهم وطبيعه الحال هما ما لقيتوش كيف ما قال مصطفى شي تزار المأسي ولا مثلا السمساره بهذا ناكد لك لقيتوش ناكد لك انه اذا الانسان اتصل جمعيات محلية فاعلة راه المجتمع المدني قوي بزاف وربما تجربته تفوق تجربة ديال الشمال عندنا هنايا في شمال المغرب لأنه فعلا عندهم المصداقية عندهم لا سوليداريتي التضامن عندهم الديمقراطية التشاورية بيناتهم عندهم معايير اختيار ديال الأسر فقلنا لهم شوفوا حنا الدور ديالنا هو نجمعوا المساهمات ونجمعوا المساعدات ونعبئوها ونجيبوها عبر الشاحنات ونعطيوها لكم وانتم اهل مكه ادرى بشعابها حنا ما يمكنش نعرفوا الماضي ديال الاسر ولا كذا ولكن انتم تتحملون مسؤوليه توجيه هذا امام الله سبحانه وتعالى وكانوا من خير الناس انا بعد تجربتي الجامعه ديالتي كرت والدور المجاوره كانت تجربه رائعه وسهله جدا بالنسبه للاخوه اللي مشاو لتارودانت طبعا من خلال ذاك الفايض والخير والبركات اللي تحقق في اقليم تارودانت كان لابد من التريط فالإخوة اللي سبقونا مشاو لبعض الدواوير لقوها في حالة جيدة وصلتهم المساعدات فبالتالي غيرناها درنا برنامج آخر بقاو بعض الإخوة كيتسناو تما ودرنا برنامج يومي ديال بعض الدواوير ولا زالت عملية ديال التوزيع قائمة إلى هذه الساعة. بالنسبة للورزازات بالنسبة للورزازات واش يعني بشكل عام واش جميع المناطق وصلتها المساعدات؟ ورزازات كيظهر لي بالنسبه للمناطق المنبسطه واللي شويه عاليه شويه تكون وصلاتها ولكن اكيد ان بعض الاسر اللي هي في اعالي الجبال ما تكونش وصلاتها علاش؟ لان كاين واحد القراءه غير مكتمله للاضرار ديال المناطق لانه كاين اللي ماشي ضربته الدار الزلزال ولكن تكب عليه الحجار كاين اللي مثلا كان البناء ضعيف يعني سريع المنهار بلا ما يوصلوا الخط ديال الزلزال الى اخره كاين الفقر المدقع هاد الحالات هادو ما كيحتاجوش هاد الحالات ما كيحتاجوش مثلا المساعدات كيحتاجوا البناء هاد الناس هادو مثلا لا كيحتاجوا حتى المساعدات لان الطرق باش يتقداو باش يتسخروا باش يوصلوا لهم الناس الى اخره ثانيا ما تنساش واحد القضيه الاقاليم التي ضربها الزلزال هي اقاليم مدقعه في الفقر راه ما يمكنش تمشي لواحد الاتجاه وتلقى اسره فقيره الزلزال ولا الزلزال ديك المناطق كتعاني تماما ما يمكنش تلقى اسره فقيره ما تعطيهاش وتقول لا نعطي الاسره غير اللي تهدم لها الدار راه ما يمكنش راه فقر ولهذا انا عجبتني ديك القضيه ديال التضامن هناك من الاسر التي هدمت منازلها كتهز المساعدات وكتعطيها الاسر اللي لا زالت منازلها ولكن هي تعرف انها في حاله فقر يعني مدقع هذا التضامن هو ايجابي طبعا تجار الازمات موجودين ولكن حنا تجنبناهم نسقنا مع السلطه المحليه نسقنا مع المنظمات كان داك الشيء في 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 واضحه النهار الى اخره على اساس انه يجب على اهل تلك المناطق ان يتحملوا مسؤولياتهم حنا الدور ديالنا هو الدعم والمسانده والتضامن وان نعلن وحده المغرب شمالا وجنوبا شرقا وغربا ولكن هناك مسؤوليه ذاتيه واجب فردي لاصحاب تلك المناطق باش يشتغلوا معنا كاملين على اساس ان نطور من وسائلنا ومن انشطتنا باش نمشيو نحو مشاريع اكثر اثرا وهو اللي بغينا نتكلموا عليه الان في هذه الحلقه هذه حنا بغينا نعطيو الوجه الايجابي الوجه السلبي اكيد هيكون هناك من سيضرب وهذا هو الهدف لانه هو السي اشرف بين قوسين الهدف من هذا اللقاء هذا هو اعطاء واحد الصوره مثاليه نموذجيه لمدينه العرائش على جمع التبرعات والمساعدات تماما ولهذا انا كنقول للاخوان كاملين الازمات والاحداث سرعان ما ستمر ولكن شنو هو الاثر؟ اثرنا كاشخاص وكاسماء وكمسميات سينقضي مع انقضاء عمرنا نهار اللي هيموت العبد الضعيف ولا اي واحد في هاد الاخوان صافي انقضى عمله الا من 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 صدقه جاريه او كما جاء في الحديث ولكن اسم ديال مدينه العرائش سيبقى شامخا سيبقى عاليا وحده الجهود والتنسيق
إذا أسماء أخرى اشتغلوا عليها كيف ما اشتغلنا، ولكنها ستنقضي وستفنى وستموت، وأخطاؤنا وزلتنا كثيرة جدا. نفترض خلقنا أبطال مثل هذه الأحداث، أكيد راه الأخطاء ما جا في الطريق والزلات ما جا في الطريق. بالتالي لا بد في هذه اللحظة من إنكار الذات، من تنسيق الجهود، من الذوبان. أنا حتى أنا أرفض حتى تسمية الأحذياء ولا الأسماء ولا كل شيء، حتى من مع الناس كنقول لهم دعيوا مع الناس العرايش، العرايش حتى اسم المبادرة ما كنبغيش نزيدو بزاف، كنقول هادو الناس العرايش اللي جابوا هاد الشيء وكيطلبوا منكم الدعاء فقط، لا شيء. فبالتالي حتى يبقى هذا الوجه المشرق يجب أن نزيد من تنسيق الجهود وتكثيف الجهود. وهذه مناسبة لأدعو الجميع، ماشي باش يلتحقوا بالمبادرة، لا، باش نسقوا الجهود ديالنا كاملين ونفكروا في أعمال أكثر نوعية. هناك مدارس دمرت، خربت، هناك مراكز يعني دمرت، هناك سياسة إعادة الإعمار لا زالت الدولة تفكر في تنسيقها وطرقها. احنا عندنا الحمد لله في العلاج المهندسين والأطباء والخبراء والطبوغرافيين ورجال الأعمال والمقاولين وكذا إلى آخره، علاش ما تجمعش التنسيق ديال هادو كاملين ونركزوا على بعض الدواوير، وتكون عندنا إعادة البسمة إلى هؤلاء، صناعة الأمل إلى هؤلاء، ونخليو دائما الاسم ديال نعم العلاج شكرا. التي عرفت كمدينة للأسف الشديد تعرضت لأبشع أعمال الإهمال والنبت، باش تكون حاضرة على مستوى المساهمات ومشاريعها في المناطق الأخرى. نعم. نعم السي الهواري، ثم مقبلين على تنظيم واحد القافلة أخرى. وبالطبع ذكرتي الصعوبات اللي واجهتكم، يعني شنو هما مثلا إذا بغينا نقولوا الدروس، ولا مثلا شنو المعلومات اللي خديتوا على هذه المناطق اللي غتمشيو لها باش تجنبوا وما تعرضوكمش ديك الصعوبات اللي لقيتوا في الأول؟ سي الهواري. سي انوار، احنا بالنسبه للجمعيه من البدايه كنا واضحين اي بلاصه غنمشيو لها خصو يكون تنسيق، اذا ما كانش تنسيق ما نمشيوش. هذا الشيء هذا سهل علينا عدد كبير ديال الصعوبات، وكنا واضحين حتى في الاختيارات ديالنا، اخترنا واحد المنطقه معينه. موت نعم اعتذر، اخترنا دواوير معينه في جامعه ام سميز، كنستهدفوا 6 ديال الدواوير، 3 ديال الدواوير مسهلين علينا العمل بشكل كبير، لان داروا تنسيقيه بيناتهم وكل واحد من دوار. توصلنا اليوم باللوائح لا يستافدوا نهار السبت، بمعنى العمليه سهله جدا، ولكن كنشوف ان الصعوبيه العمل منظم منظم عمل جدا. اليوم توصلنا باللوائح، شي ما اليوم نحدوا الاخوه، لان الحمد لله مع هاد جوج ديال المشاكل اللي مشينا استطعنا نعرفوا حتى الناس تما اللي محتاجين، وبتنسيق مع الناس ديال المنطقه. بمعنى دابا العمل بسيط، كيبقى العمل توصل العمليه وتوزع، هادشي هذا ما كيديناش حتى نص ساعه. شنو نوع المساعدات اللي توصلتوا اللي باقي محتاجينها الناس؟ شوف حنا فيما يخص المواد الغذائيه احتفظنا بهم في احد المخازن في مدينه العرائش، ما عندهمش دابا نهائيا حتى يوقع الاحتياج ديالهم مستقبلا. الان نحاول توفير الخيام لان محتاجين بهم دار بشكل كبير. الجميع حاولنا حنا في جمعيه بسمه في هذه المشيه ديال نهار السبت نوفروا ان شاء الله 32 خيمه من جميع المستلزمات ديالنا، بمعنى 32 خيمه المواطن يعيش بالاسره ديالو يدخل يسكن فيها نهار السبت ان شاء الله. غنمشيو السبت صباحا، نحاولوا نهار السبت ان شاء الله نركبوا الخيام، نحطوا المستلزمات ديالهم، عندهم الخضره، بمعنى الاسره تدخل تبدا المعيشه ديك النهار. نعم عندهم الخضره، عندهم مسائل ديال القشور. نعم سي تفضل. بمعنى وفي الباقي ان شاء الله ديال القوافل اللي غادي نديروا، غنحاولوا دائما الحمد لله عندنا علاقه مع المفسدين، ودائما العلاقه ديالنا معاهم كنقولوا لهم يوفروا لنا الاحتياجات ديال الناس اللي هما طلبوها منهم. كاين نقطه اخرى نعم. مهمه وهي التنسيق مع السلطات. كنحاولوا حنا حتى الجهات اللي كنمشيو ننسقوا مع السلطات، الحمد لله دابا واحد العلاقه معاهم، بمعنى حتى هما كيسروا لنا العمل تما، وهذه نقطه مهمه جدا حتى هي، والشكر لجميع المتدخلين. تفضل سي انور. نعم سي مصطفى. نعم سي مصطفى، انتم مازالين مقبلين على تنظيم قافله اخرى ياك؟ لا باقي في الدرس، عاد كندرسوا هذه القضيه هذه واش نستمروا ولا لا. نعم كاين واحد، وهذا سؤال موجه لجميع الضيوف، كل جميعكم زعما موجه هذا السؤال هذا، واللي كيتطرح بشكل كبير على القوافل المقبله اللي غادي تمشي لضحايا الزلزال،
ومن خلال الصور والفيديوهات اللي تنشرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور ديال يعني المواد الغذائية مليوحة، صور ديال الملابس اللي يعني ما قدامش يعني، بما انه كيطالبوا بتوقيف المساعدات. هذا نقاش عام يروج مواقع التواصل، يعني يقابله يعني بعض الرأي، بعض الآراء تقول بأن هذه المساعدات هناك من يحبط أن توزع داخل مدينة العرائش، بحكم أنك لا زالت هناك أسر فقيرة تحتاج إلى هذه المساعدات، وربما ناتج عن ما يعني ما حصل الآن، يعني بعد المساعدات اللي قلت بقات كتلاح كتشير، وهذا شفناه في فيديوهات، شفنا صور. وبالتالي هنا أراك يقول لك نوقفوا هذه المساعدات، كاين أسر فقيرة محتاجة، كاين دخول مدرسي لمن الناس ما استطاعت أنها توفر حتى الكتب المقررة الدراسية هنا بالعريش. فحبذا لو هذه المساعدات تمشي لهذه الأسر هذه. هذا نقاش مفتوح كيتطرح الآن، شنو التعليق ديالك أو الرد ديالك؟ فعلا خير انوار، شي هذه النقطة ناقشناها حنايا، ناقشناها وخلصنا إلى أن هذه المبادرة التضامنية يجب أن تنفتح على مناطق أخرى في المغرب، المناطق الأفقر في المغرب. نتحدث هنا عن سكان الجبال بالريف وبالأطلس المتوسط وبالجنوب الشرقي للوطن، مناطق تعيش في الفقر المدقع، جهات المملكة تعتبر هي أفقر جهات المملكة. هذه الجهات هذه لماذا لا ننفتح عليها إطار هذه الهبة التضامنية؟ كما قال لي مؤخرا، تلاقيت واحد اليومين ثلاث ايام تلاقيت الاخ احمد برعوان الحقوقي وهبطت معه في الطاكسي وتناقشنا على القضيه ديال الانفتاح على باقي المناطق، طرح واحد النقطه زوينه عجبتني. تحيه من هذا المنبر. تحيه كبرى للاخ احمد الاخ برعوان. طرح واحد الفكره مزيونه، قال لي علاش ما يوليش الثامن من شتنبر اليوم الوطني للتضامن من اجل القضاء على الفقر. فكرة ممتازة. فكرة كل سنة يوم وطني. كل سنة ثامن شتنبر ننظموا قوافل ونستهدفوا واحد الجهة. نستهدفوا واحد الجهة ونحاولوا نخفوا عليهم ونقول لهم احنا معكم. هذه الأواصر ديال الأخوة وديال الحب بين الشعب المغربي، وبين عندك التلاحم الوجداني، ويكون عندك الوحدة الوجدانية. فهمتي أخي أنور؟ فكرة جميلة وعجبتني وكنضبطوها باش تكون عندنا إن شاء الله مستقبلا قافله نحو مناطق اخرى من المغرب ان شاء الله. نمشي للانوار نفس السؤال. هل تتفق ان يجب توقيف المساعدات، لان يعني الصوره واضحه الان، والتوجه الى مناطق اخرى، واخص بالذكر هنا بمدينه العريش كما قلت. انوار، هل تعلم ان الدول المغرب راه كتبقى في 48 ألف دوار، راه 7000 بين 10000. سي أنوار، الدواوير ديال المغرب 48 ألف دوار، راه كاين الدواوير المتضررة راه بين 7000 و10000 دوار متضرر. يعني هاد الدواوير محتاجة ومحتاجة. ثانيا هناك، أنا نقول لك واحد الحاجة، القافله الاولى ديالنا، ولكن ما نساوش راه كاين اعانات الدول، كاين مثلا مبادرات ديال الدوله، كاين يعني ما يمكنش تغطي، ما يمكنش المجتمع المدني غادي يغطي هذا. انا ماجي معك نقطه ونقطه، وغنعطيك كل شيء. القافله ديالنا مشات دارت اول حاجه توزيع ديال المواد اللي دينا الله يقبل، ولكن كنا كنديروا الاحصاء، حسينا السكينه شحال كانت السكينه. يعني في القافله الثانيه دينا لهم الاحتياجات اللي باغيينها، مثلا العطريه، مثلا الخيام، مثلا الاواني، مثلا الدراري صغار قال خصهم الكيباسيون، نسوا المواط والمحافظ والفاتر، يعني الحاجيات اللي يحتاجوها دينا هذه. ولكن ملي كنا ماشيين اخي انوار، شنو كنا كنفكروا؟ ما كناش كنفكروا في واحد القافله الثالثه او الرابعه، بقينا كنفكروا اننا كيف نستثمر وهذوك الاسر نمدهم مشاريع انهم تعود عليهم بالنفع. كحنا كمواطنين مثلا انا حي انور، لقينا حنا 130 اسره ولا 200 اسره، هذوك الناس علاش كيعتمدوا؟ كيعتمدوا على الغنم وكذا وهذي. لا وفرنا غير واحد مثلا الدواور، حنا اللي مشينا قمسه بها وفرنا لهم واحد جوج ديال المعزات الواحد، غنكون عطيناهم واحد اضافه نعويه
وغنكونوا وفرنا المهم. انا بعدا خاي انوار شفت واحد الحدث وحرقوني في قلبي. انسان كيجي من واحد شحال ضرب المسافه لا اتصل مع الناس ويقول له افلان انا ما نقدرش نطلع عليك الجبل هذه المعونه هذه هود انت الله يجازيك بخير طلع في الزبوله او في الحميه او في اي حاجه انا ما نقدرش. كيجي واحد كيشوف برك صويرة الكاميرا ترك 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 كيسير كيقول لك هذه المعونه راه مصيبه في الارض. شو ما صاحبي هذاك الانسان راه كيضيع ناس واحد كيكون ماشي ما نعرف منين باش يدير الخير وكيوقفوا هذه راه ما خصهاش تكون منا وهذه ما خصهاش تكون من الاخلاقيات صاحبي ديال المغاربه راه حشومه وعار. يعني انت حد المعونه علاش غتصورها وتقولها هي اللي مصيبه؟ راه ما كايناش الضيعة اخوتي كاينه الناس محتاجه راه الناس محتاجه راه تصور بان في الحوز راه يوميا من الجيش الجيش وحقيقة هذاك الانقاذ اللي غادي تتابع الهندسة العسكرية راه باش كتفتح الطريق راه ماشي ساهل صاحبي. الناس راه الناس راه كانت منعزلة عن العالم راه ما عمرها ما شافت هذا الشيء الخير اللي شافته. حنا ما كنقولوش اننا ماشي مع المبادرات المحلية وكذا حنا كإطارات ولا علاش راه الداعي يجي عندي واحد يقول له شنو نديروا هذه راه نديروها هذا فينا تربينا تربية العمل الانساني والخيري والاجتماعي فينا تربيه ماشي عاد نفكروا اولا وانما هاد الناس هادي اللي الدواوير راه تقدر في 7000 دوار ولا 10000 دوار من المتظاهره راه خصنا نعرفوا بعدا المغرب راه الطبيعه ديالو شي قراويه راه شي قراويه راه ما نخرجوش ولا هيدا يعني راه الاغلبيه الكره عندنا فلهذا راه خصنا نديروا مشاريع يعني اللي عنده يقول لك البلاغات الملكيه اللي خرجت استراتيجيه الخدمه راه خصها تنفذ اصاحبي هذيك راه خصها تنفذ راه ما نبقاوش حنايا راه دابا انا بقيت كنسمع واحد الحديث اخر في القهاوي وفي هذا المواطن بقى كيقول لك انه ما بقاش كيحتاج هاد البرلمانيين وهاد الوزراء وما كيحتاجش هاد المنتخبين ما بقاش كيحتاجو كي يحتاج كيشوف فيه الجيش كيشوف فيه الدرك الملكي كيشوف فيه رجال الوقاية يعني شاف الناس اللي خدمة في هذه الأزمة واش فهمتيني أخي أنوار؟ غادي نمشي فهمتك إذا حنايا شنو خصنا؟ خصنا المشاريع لهذوك الناس هذوك الناس خصنا نحيدوا عليهم العزلة هذوك الناس خصنا نكونوا التواصل الدائم معاهم سواء كانوا في الريف أو سواء كانوا في الحوش أو سواء كانوا في الجبال الأطلس يعني فين ما كانوا خصنا نكونوا حنايا مغاربة عندنا يد وحدة ما عندناش هذيك هذا ريفي هذا صحراوي هذا جبلي هذا كذا عندنا كل شيء بحال بحال ونعاونوا بعضياتنا ولماذا لماذا لا يكون المغرب والمغاربة يخدموا على واحد حاجة وهي الملحمة التضامنية الوطنية مع أي متضرر مع أي مسكين أي فقير وتكون دائمة وهذا خايب هو الإيجابي وهذا هو الشكل اللي خصنا يكون باش نقدروا نسيروا نكونوا مغاربة حقين وحق هذا الشيء اللي كاين في الموضوع. نعم سي أشرف في نفس السؤال اللي طرحت قبيله هو حول هذه المساعدات ومن خلال كما قلت مجموعه من الصور فيديوهات اللي شفنا على المساعدات اللي كتلاح هناك من يطالب كما قلت بتوقيف المساعدات او توقيف هذه المساعدات وتوجيهها الى مناطق اخرى ومن ضمنها العريش اللي مالا كذلك ان الصوره اللي تعطات على مدينه العريش مؤخرا عبر بعض المواقع وبالصفحات الفيسبوكيه التويس ومع ديال العريش هي اللي خلات البعض يوقف هذا التبرع او هذه جبهه التبرعات وبالتالي يعني توجيه المساعدات ان امكن الى اسر اخرى ويمكن لك تقول على هذه الفكره هذه انا متفق مع انه من بعد المرحله الاولى اللي كانت عندها طابع استعجالي ان القوافل تاخذ واحد الفرصه للراحه وتقييم المجهودات ديالها والتفكير في الخطوات المقبله بحيث تكون اكثر استهدافا واكثر نوعيه. هذا تفكير استراتيجي ما عندوش علاقه بالشائعات ولا بالكلام ولا كذا. كان اللي شفنا انه ما كايناش تنظيم فعيل في المناطق المتضرره ما كاينش تنسيق كبير للمجهودات كاين واحد الكارثه اللي غلبت الجميع
يعني كاينه طرق مقطوعه، كاينه مخاطره، كاينه بزاف ديال الحوايج. بالتالي انا اعتقد ان المرحله الاولى على مستوى المغرب ماشي غير العرايش تم تنفيذها بنجاح. المساعدات ذات الطابع الاولوي وصلت الى اي المكان. طبعا دابا كاينه جانب ديال اللي متعلق بالخيام، بالايواء، باستمرار هذه المساعدات، ولكن كيظهر خصوصا نحن مقبلين على فصل الشتاء. تماما. انا كيظهر لي والله اعلم انه اولا خص يكون تقييم الوضع باش القوافل اللي هتخرج من بعد تكون قوافل متخصصه، تكون قوافل مثلا متخصصه في الالبسه والافرشه والاغطيه من اجل مواجهه برد الشتاء وثلج الجبال، تكون قوافل طبيه اللي فيها تخصصات عديده باش تعطي الامال وتساعد في الصحه ديال اولئك الاشخاص، تكون قوافل متخصصه مثلا في إقامة الخيام الصغرى إلى آخره اللي يمكن إيصالها إلى أعالي الجبال. المهم تكون قوافل متخصصة تتجاوب مع نوع الخصاص الحالي والمحين. راه كل يوم تتغير الأوضاع، لهذا هذا الجانب ديال الاتصالات والتنسيق يجب أن لا يتوقف. ربما واحد الدوار يطلق نداء استغاثة غدا يكون عنده الخير أكثر من الدواوير الأخرى، لأن علاش هذا التأثير ديال الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي خلى الكل يهب للنجدة ولتلبية نداء الاستغاثة كيف ما كان. هذه أمر أول. الأمر الثاني، هناك أيضا ما خصناش غير نرتكزوا على هذه النداءات وعلى التواصل وكذا، مزيان يكون حتى الاستكشاف المباشر، لأن هناك فقراء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. كاين اللي ما كيهضرش ما كيتكلمش، كاين اللي عزة النفس ديالو ما كتخليهش يبان في الفيسبوك ولا في اليوتيوب يقول حنا ولا كذا إلى آخره، راض بقضاء الله وقدره. وهادو هما اللي خصنا نزيدوا نوصلوا لهم، لأن هادو هما اللي كيمثلوا العزة ديال المغاربة. أما دوك اللي كيقايلوا يشكوا يهبطوا للمركز ويجمعوا المساعدات ويطلعوا ويخزنوها كما تخزن يعني الحيوانات الأغذية وكذا من أجل أن يعودوا إلى تخزين أمور أخرى، هذا خطأ، هذا خطأ. احنا خصنا نكونوا واعيين بهذه الإشكالية اللي كتوقع، لأنه مثل هذه الأزمات كيكون الجشع، كيكون السمسارة، كيكون التصرفات الفردية النشاز. فهمتي؟ أنا كنقدر مجهودات كل شيء بغا يدير الخير، ولكن الخير كاين طرق باش ديره. الأمر الثالث اللي خصني نأكد عليه، وكاين اللي كيدير الخير من أجل النصب والاحتيال، هذا معطى خصنا ناخذوه بالاعتبار. كاين الأمر الثالث اللي خصني نركز عليه، وهو أنه ما تنساوش أنه كاين واحد الإطار قانوني كينظم هذه العملية كاملة. كاين القانون 18-18 اللي نظم العملية ديال جمع التبرعات، كاين المسطرة ديال التماس الإحسان العمومي اللي حتى هي مسطرة مؤقتة. الدولة عرفت أنه عمق ديال الأزمة كبير وحجم ديال الكارثة كبير، فغدت الطرف، نقولها بالواضح، غدت الطرف عن عملية جمع التبرعات واكتفت على أن كل جمعية تحط غير الطلب. حنا كنعرفوا أن المسطرة في القانون 18-18 عندها واحد إجراءات معينة، عندها وثائق معينة إلى آخره. طبعا هل سيستمر الجو بهذه الطريقة؟ لا أعتقد، لأن هذا حماس اللحظة، والدولة ما يمكنش بسبب وكاين خلود قانونية. وربما يكون مثلا على حسب ما يتداول ان الجمعيات اللي بغات دير التبرع تعقد شراكه مع مؤسسات ديال الدوله باش تكون الامور يعني بشكل تقدم بشكل قانوني وما يكونش هاد التلاعبات. في الخطوات المقبلة الدولة ستذهب إلى تطبيق بنود القانون وإلى تطبيق المراسيم وإلى تطبيق المساطر الجانبية للعمل. هذا نداء كنقوله الإخوان اللي كيتبرعوا بشكل فردي والجمعيات اللي منخرطة بشكل تلقائي وعفوي باش يردوا البال. احنا عرفنا النية طيبة والنية حسنة، ولكن ملي كيوقع المشكل المغاربة كاملين كيمسحوا فيك رجليهم. وبالتالي احنا ما نبغيوش إخوان عندهم النية وعندهم الدافع وعندهم الإرادة وعندهم الرغبة. لهذا احنا قررنا، احنا بعدا انا شخصيا في التمثيلية ديال الإخوان، المساعدات اللي كانت توصلوا بها كنوجهوها للجمعيات اللي غادا في القوافل، ما نجمعش ستوك، عندنا شي بركة كنعطيوها للجمعية على حسب النوعية ديال القافلة اللي مشات. واحد القافلة مؤخرا مشات لواحد المنطقة في ورزازات، عطيناها الأمور اللي كانت عندنا في الخزين. عندنا شي مساعدات أخرى كنفرقوها على جمعيات أخرى ماشي غير في العريش، حتى مع جمعيات في طنجة في تمارة في قنيطرة اللي بغى وبغى عنده جانب من الخصص معين كنحاولوا نمدوا به. ولكن كنقول واحد الوقت باش نتريتوا ونضبطوا ونشوفوا شي إطار جماعي لي من أكثر. احنا ما كرهناش انه مؤسسه التعاون الوطني، منظمه الهلال الاحمر المغربي، الدوله، السلطه المحليه، الجماعه. انا ما كرهت حتى المبادره اللي دارتها الجماعه انها كان هي تدعو الجمعيات والمؤسسات المجتمع المدني وتنسق معاهم في الخطوه.
انا ذاك ما تكتفيش بواحد البلاغ يتيم تقول تفرق فيه 100 خيمه و100 مولد كهربائي، ما عرفناش وصلت ولا مازال ما وصلت، ولكن هي تكون قائده، وهي لانها عندها مصداقيه تقدر تدل الخطوات تقدر تسهل الامور. على اساس ربما يكون مثلا هذا التدخل ديال الدوله حد من ديال الجامعات على المستوى السياسي باش من الامور ما تنتقلش واحد الطابع سياسي. الله يجازيكم بخير. غير واحد القضيه، السياسه راه ماشي عيب، التلاعب اللي عيب، والتلاعب كيكون على طريق الاشخاص والجمعيات والاحزاب السياسيه والنقابات والمنظمات الحقوقيه. راه اللي كيجي كيقول انا فلان بن فلان كندير وكنفعل، راه حتى هو كيدير خارق، حتى هو حتى هو فيه قله النفس، حتى هو فيه انعدام الضمير، حتى هو يريد ان يكسب شهره منهم هاد المؤثرين اللي كاينه في الفيسبوك، منهم هاد الناس اللي كيحاولوا يبانوا بشكل فردي. هادو ماشي عيب، العيب غير على الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه حتى اذا انخرطت في المبادره يجب ان لا تستغل ذلك سياسيا. وانتخابات امتى ما جا؟ ربما السياسي لا يريد ان يظهر في الصوره حتى ياخذ هذه الصبغه ديال التبرع. شوف هذا واجب، هذا نداء الوطن. كنت سياسي ولا حقوقي ولا جمعوي او لا انسان عادي، يجب ان تلبي نداء الوطن. صاحب الجلاله اعطى التوجيهات ديالو، اعطى التعليمات ديالو، كل شيء باغي ينخرط فيها، اللي بالمال اللي بالعين بالمجهود بالسياقه بايصال المساعدات، كل سيبادر حسب جهدي وطاقتي. ولكن انا كنقول العيب راه ما كايناش في جهه معينه، كاين العيب كاين عند المغاربه كاملين، يجب ان ينتبهوا له وان يحذروه يعني، وان يغتنموا الفرصه. واللي هيقضي على العيوب ديالنا هي توحيد الجهود وتنسيق المجهودات والذوبان. انا سميتي الدوب، شخصيتي الدوب في العمل مع الاخوان. حنا الحمد لله الاخوان اللي مشوا في القافله واللي انضموا للقافله وكذا، كل ادى عمله على احسن ما يرام. اللي دار التنشيط تبارك الله عليه، واللي ساق سيارات والشاحنات تبارك الله عليه، واللي فرق المساعدات تبارك الله عليه، واللي واسى النساء والرجال والشيوخ والمكلومين تبارك الله عليه، واللي قدم خدمات النفسيه وهذا والطبيه تبارك الله عليه. اذا الكل سيبذل مجهوده. الخطوه المقبله واللي الاخوان سيناقشونها على مستوى المبادرات، يجب ان نذهب جميعا الى مشاريع اكبر اثر. انا شخصيا كنهضر على رايي، انا ضد انه الاطفال يمشيو للداخليات مراكش وفي قلعه سراغنا، لانهم سيفقدون اجواء اسرهم. الدوله ما عندها ما دير، لقات هذا هو الحل اللي عندها، تجمع وتدي الناس الداخليات. وحنا شفنا كاملين كيف واحد التلميذه صورت داخليه الحوز، وكيفاش نزل وزير التربيه الوطنيه باش يسدوا ديك الداخليه وينقلوا التلميذات الى دار الطالبه بقلعه سراغنا. راه كاينه كوارث في الداخليات، كاينه اشكاليات ديال مرضى النفوس وفي التدبير الى اخره. خاص دعم نفسي اولا، خاص أنا أفضل أن يتم تعويض المدارس، نجيبوا دي كونتينر، نجيبوا دي موديل أنستالي واجدين يتحطوا ويقراوا فيهم الوليدات، ونجيبوا خيام كبار يكونوا هما المساجد ويكونوا هما المدارس، نقراوا بالطريقة اللي كنا كنقراوا بها. ولكن الأطفال خصهم يبقاو مع والديهم، خصهم يعيشوا ديك الدفء الأسري، وحنا ما نبينولهمش أنهم جمعناهم وفرقناهم باش ترجع لنا الصورة ديال الناس اللي كنشوفوها في المخيمات في سوريا وفي لبنان وفي الأردن وفي فلسطين وإلى آخره. لا، إذا هناك إجراءات على المدى المتوسط حنا خصنا كمجتمع مدني ندفعوا فيها. أمر آخر، تصوروا معي أن حجم المساعدات ما يوصل لديك المناطق، ما يمكنش حجم النفايات اللي هيكون. إذا الخدمات العمومية على مستوى مطرح النفايات، على مستوى وسائل جمع النفايات، على مستوى الأوبئة التي ستنتشر، على مستوى العديد من الظواهر التي ستنتشر، خصنا ننتبهوا له. إذا حنا ما خصناش نفكروا فقط في قفة الغداء أو لا في الملبس ولا الفرش، خصنا نفكروا حتى في التجويد وتنويع الخدمات العمومية. نعطيو مثال آخر، هناك بعض الجمعيات اللي فكرت في المراحل العمومية، وفكرات على ان كيف تنشئ وحدات متنقله كمراحل عموميه لتلك الاسر ولتلك الدواوين. اذا خص الافكار ديالنا تكون نوعيه، يجب ان لا ننسى. احنا لاحظنا ان كيفاش الناس ولات كتبدل الماء لانه ما بقى عنده قيمه، ولات كتبدل الحليب حيت ما ولا عنده قيمه، وبالعكس الناس محتاجه خدمات اكثر نوعيه. وكيف ما قلت، اجتماع التنسيقيه اللي هيكون يوم السبت المقبل هيكون فضاء مفتوح للجميع من اجل ان يناقشوا ما هي الخطوات النوعيه المقبله. وحنا على المستوى التنسيقيه وعلى المستوى الجمعيه اللي كنمثل، منفتحين على جميع الخطوات، سواء بالمساهمه ماديا او بالمساهمه بالافكار او المساهمه باي اشكال التعاون والتضامن. والتضامن ضروري خصو يبقى. نقطه اخيره باش ما ننساش، طبعا الاقليم بالعرايش فقير وخص معاه التضامن،
ولكن ما نجوش من غدا نقولوا احقا هنديروا قافله ديال الشتاء الدافئ المتوجهه نحو ابن عروس ونفتحوا باب التبرعات. لا، انا كنسال الجمعيات باش ما يندفعوش نحو الخطا، يجب ان يكون هناك تنسيق مع السلطات، تنسيق مع المنتخبين. الدوله عندها مؤسساتها، تقدر تكون بعض المؤسسات فقدوا فيها المواطنين الثقه، هذا الوقت باش ترجع الثقه لديك المؤسسه. ديك المؤسسات يجب ان تنتبه الى اخطائها، ومسؤوليها يجب ان ينتبهوا الى اخطائهم ويحاولوا يستثمروا ما وقع ايجابيا باش ترجع الصوره الحقيقيه ديالهم وترجع الصوره الايجابيه ديالهم. حنا كجمعيات نكمل هذه المبادرات، بامكاننا جميعا اذا وحدنا الجهود ديالنا ونستقنا مع الفاعلين المحليين في اعالي الجبال اللي كاينه في اقليم العرائش، في بني عروس، في تازروت، في القله، في زعروره الى اخره، باش تكون مبادرات من اجل محاربه يعني التغلب على ظاهره برد الشتاء، الثلوج، التغلب على ظاهره الفقر الى اخره. تنسيق الخطوات كما قلت وتوحيدها والتنسيق مع الاطارات الوصيه والقطاعات المسؤوله والسلطات المحليه هو اللي يعطي الخطوات ديالنا قيمه ويعطيها اثر على المستوى القريب والمدى القريب والمستوى. شكرا شكرا بزاف على هذه الملاحظات القيمه اللي ذكرتي سي اشرف. ننتقل سي الهموري. السي الهواري عفوا اسمح لي. السي الهواري، هذه الحاله ديال التضامن والتكافل كيفاش يمكننا نستمروها باش نزيدوا نكرسوها ثقافه التضامن والتكافل نستمرها بشكل ايجابي؟ بالنسبه لي هو ان الانسان انتقل من العمل الفردي للعمل الجماعي. هذه مناسبه، لان العمل الجماعي هو اللي كياتي الاكل ديالو، العمل المنظم هو اللي كيبان في الواقع، والعمل المنسق هو اللي كيعطي النتيجه. بمعنى هذه ملاحظه اولى. ملاحظه ثانيه، هو تكلم سي اشرف على القانون ديال 18-18. حنا كجمعيات من البدايه ديال مناقشه القانون يجب تعديل. بانت دابا في هذه الكارثه هذه بان على ان القانون كان قاصر جدا. يمكن كان عندهم يمكن الدوله كانت عندها نظره ديال القانون كيختلف على النظره ديالنا حنا كجمعيات، ولكن بان الان ان دابا باش نوضعوا الاخوان في الصوره، الان الجميع يخالف القانون كما قال اشرف، وقع واحد التساهل من طرف الدوله لان الكارثه كانت كبيره واحتياجات كانت واسعه، ولكن بان على ان الان ممكن ان الدوله مستقبلا تفتح ملف اي واحد يقدم المساعده. هذا شيء خطير طبعا، نتمنى انه ما يوقعش، ولكن اللي واقع هو اننا حنا نشتغل خارج القانون. نعم. طريقه جمع المساعدات وتوزيعها ومن البدايه للنهايه كامله خارج القانون. نتمنى ان هذه الكارثه هذه تعطي صوره وتعطي واقع للدوله تعيد النظر في هذا القانون. النقطه الثالثه هو ان هذا الشيء ديال العمل التطوعي والعمل هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح عليك، كيفاش نستمروا هاد التضامن بشكل ايجابي وما نبقوش مثلا في الصوره اللي تعطات مؤخرا على القوافل وعلى هاد الشيء هذا، كيفاش نستمروا؟ شوف السي انور، بالنسبه لهذه المساله هذه، اولا يجب على اولا، لان بعض المرات كنعيش واحد المشكل اساسي هو ان المحسن كيبغي يتخلص من الصدقه ديالو. يجب تاكد الصدقه اللي ممكن تعطى، هذه النقطه الاولى، وتعطى الجمعيات والناس اللي ثقه. حتى اذا ما كانوا الجمعيات، كاين الحمد لله اخوان حاضرين انا مصطفى ولا اخوان عدد يعني عدد كبير ديال الاخوان من العائلات كيشطوا بشكل فردي، ويقدر المحسن يعطيهم الصدقه ديالو لان حقيقه ناس ثقه. هذا هو النقطه الاولى، هذا هو اللي كنعانيو منه. المحسن كيجيب بعض المرات كيجيب الزكاه ديالو كيسيبها عند اشخاص صغير كيستحقوش انهم ياخذوا ديك البركه ويوصلوها للناس. المساله اللي قال اشرف مهمه جدا، هو ديال التنسيق. حنا في جمعيه بالنسبه منفتحين على التنسيق. يمكن اننا دابا كنديروا عمليات فرديه لاننا اخترنا المكان والمنطقه اللي غنشتغلوا فيها، هذا هو الاشكال اللي وقع لنا، ولكن مستقبلا منفتحين على التنسيق، لان بالتنسيق نقدروا نحرجوا حتى الدوله باش انها تخلينا نشتغلوا، وكل ما كانوا اطارات كبار وكثر كل ما الدوله خلتنا نشتغل. واحد منفرد رات يعني غيكون ساهل المنع ديالو. والنقطة الأساسية سي أنور، هذه العملية اللي وقعت في المغرب منذ الزلزال الحمد لله كاملة فيها خير، بينس على الخير المغاربة والكرم ديالهم، وكن كن كن ما كرهناش أننا واحد النهار نجبروا هذا العمل التطوعي كيتقرر لأولادنا في المدارس، وهذا العمل بما أنه يولي الطفل من الصغر ديالو يعيش هذه الحالة ديال التطوع. صح، حاولنا في الجمعية كما داروا الإخوان في مبادرة يمشوا معنا متطوعين،
من البدايه كيمشيو الاخوان ديال الجمعيه وكيمشيو متطوعين على الاقل يعيشوا، لان الحمد لله عندنا اخوان كثار كيعطيو للجمعيه ولكن ما كيعيشوش ديك الاجواء. حاولنا نشاركوهم، حاولنا نديوهم لهذا المكان. هذه العمليه مهمه جدا، لان ملي كتدي لهذا المكان كيولي شيء اخر بالنسبه للمساعدات. هذا هو اللي كاين. ما عرفتش التوقيت السي انور واش باقي، لان عندنا اجتماع في الجمعيه. لا ضيقنا الوقت عندنا وغادي نحاولوا نختتموا في صافي. تفضل اخي مصطفى. سي مصطفى، كيفاش يمكننا نستمروا هاد الحاله العامه ديال التضامن اللي كيعرفها في المغرب بشكل ايجابي، ونهيلوا ديك الصوره كما قلت الاخوان، نهيلوا ديك الصوره السلبيه اللي تعرضت على المدينه خصوصا مدينه العريش؟ كتسمعنا اخي انور؟ كنسمعك. اولا اخي انوار، بالنسبه لهذا التضامن الشعبي اللي وقع وهذا الشيء، ما خصوش يحل محل دور الدوله. ما خصناش الدوله راه عندها دور ديالها. طبعا راه كاين مساعدات ديال الدوله، كاين صندوق الزلزال، كاين مساهمات ديال كبريات الشركه، هذا لا يمنع من لا مثلا الاخ اشرف طريبق تحدث عن مراكز الايواء والداخليات وهذا الشيء، هذاك راه الدور ديال الدوله اخي انوار. حنا مش ما غنديروش مراكز الايواء، حنا ما غنديروش داخليات، هذاك الدوله خصنا حنا نضغطوا عليها. لا هو ماشي قال، هو يقترح تكون زعما خيام في البوادي، ويكون واحد الدب اسري باش دوك التلمذات ما يمشيوش للداخليه ويفقدوا ذاك الشعور الانتماء الاسري ديالهم. هذا هو اقتراح، واقتراح مهم زعما، يعني نجيبوا يعني نوفروا في البوادي. امكانيات كبيره في الانوار، امكانيات كبيره، ماشي امكانيات كبيره. السياسات تدخل في الاطار هذا، ويكون التشارك مع المؤسسات ديال الدوله كما قلت في الاول. انا كيبان لي ان اللحظه الحاليه يجب ان تشتغل كما قلت انت، استغل باش نحاولوا نخرجوا جميع ساكنات الجبال في المغرب كامل، ونخرجوهم من بين انقاض زلزال التهميش والاقصاء. راه سنين راه من بعد الاستقلال هنايا، راه مناطق شاسعه من هذا الوطن تعاني، حتى منطقه الحوز راه كانت فقيره ومره وكتعيش التهميش والاقصاء، ومحتاجين استوى خدم لا زلزال لا والو، هما محتاجين. وبالتالي خص استغلال هذه اللحظه هذه، نستغلوها مزيان ونمشيو بعيد ان شاء الله في القضيه. راح واش بهذا العمل الجمعوي التطوعي في جميع ارجاء المناطق زعما القرى والجبال بالمغرب غادي يحل المشكل ديال التهميش والفقر؟ ما تنساش اخي انور، هذه المبادرات راه هي كتتعاون مع الدوله، وفي نفس الوقت يعني في نفس الوقت راه كتمارس واحد الضغط على المؤسسات ديال الدوله، كتقول لها نوض تحرر، كتقول لي ما يمكنش انا نحل في المكان ديالك وندير الدور ديالك، وكتضغط بقوه. نعم. وكتحرجها، خصنا نحرجوها. نعم، اسمح لي ضيق الوقت ونمشي لانوار بسرعه. انوار الشرادي، نفس السؤال. قول له راه بسمعك. هذه الحاله العامه اللي كيعرفها المغرب ديال التضامن وديال التآزر، كيفاش يمكننا نستمرها بشكل ايجابي؟ ونحيو ديك الصوره السلبيه اللي تعطات على مدينه بشكل عام بشكل خاص لمدينه العريش. هو السي انوار، العمل الجمعوي الخيري دائما نقولوا يحتاج الى الاراده، الى العزيمه، والتنسيق بين ابناء مدينه العرائش حول العمل الجمعوي او الفعل الانساني ضروري ولازم علينا. هنايا فاتحين يدنا لاي واحد باغي يدير شي حاجه مزيانه، مرحبا، نتعاونوا ولو بالكلمه الطيبه، نتعاونوا مع اي واحد. اما قضيه ديال كيفاش باش نقضيو على التهميش في مدينه العرائش او ديال مدينه كذا او هذه، راه هذه خاصها استراتيجيه. راه لا كنتي قريتي البلاغ ديال الملك ديال الملك السلف اللي كان في 9 سبتمبر، والبلاغ ديال الخميس الثاني ديال 14 سبتمبر، والبلاغ ديال الاربع 19 سبتمبر، غتعرف التصور ديال الدوله فين ماشي، يعني شنو الدوله باغيه؟ واش الدوله باغيه هذا القانون ديال الاحسان العمومي 18 يبقى سائل على الجمعيات وعلى هذا، او باغا
ترجع بلا او بغى تحيد التهميش والعزله على هذه المناطق، يعني بلغت الدول الملكيه يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار من عند المواطن والهيئات والشرفاء والمنظمات الحقوقيه. علاش؟ لان المتابعه ديالنا حنايا كهيئات كجمعيات ديال التزامات الحكومه او الدوله بتنفيذ ما جاء في هذه البلاغه الملكيه ديال الديوان الملكي. ثلاثه، ناقصنا نديروا متابعه حقيقيه ومنطقيه، لان الشعب بين الدوله انه شعب واعي، شعب يتضامن، شعب له غيره وطنيه، يحب وطنه. يعني نعم تسافر الوسائل ما وقفش. اذا الدوله ستكون في مستوى الشعب، يكون سابق ويكون مثلا سابق القانون، حتى الجمعيات في مستوى الشعب سيبقى التهميش، ستبقى بالبلاغات الملكيه عبء على الاوراق. نعم راه بعض الخطرات كيتقطع الكونيكسيون. نعم تفضل. يعني عبقى حبرا على الاوراق. اذا شنو خصنا حنايا؟ خصنا حنا كمواطنين، كهيئات جمعويه، كحقوقيه، مجتمع مدني، فعاليات مدنيه، دير متابعه ديال التزامات الحكومه بتنفيذ البلاغات. هذا هو المنطق. شكرا شكرا. قبل الختام نعطي الكلمه للسي اشرف في كلمه اخيره على هذا اللقاء. هذا سي اشرف تفضل. طبعا هذا اللقاء جاء في واحد التوقيت اللي هو جد مهم، لان يعني بعد مرور هذه المرحله كان لابد من اعطاء عدد من المعطيات للساكنه العرائشيه باش ما تمشيش ضحيه الشائعات والكلام اللي كيتقال وكل واحد كيلغي بالغاه. هناك عمل منظم دار في مدينه، هذا واجب، هذا واجبنا كاعلاميين نعطيو فرصه ان توضح الامور. تماما، هناك عمل منظم دار سواء بشكل جماعي سواء بشكل فردي. انا درنا قراءه لجميع القوافل اللي دازت من اللي خرجت من العرايش، مشات لاغلب الاقاليم، وهناك من استمر اسبوعا وهو يشتغل في عين المكان، هناك اللي وصل لاقامه الجبال، بمعنى المساهمه ديال مواطني مدينه العرائش والمجتمع المدني ديالها كانت فعاله. ما ندعو اليه ان لا يتوقف هذا الحماس، وان نستغل هذه الفرصه باش نكونوا اكثر تنسيقا واكثر استثمارا لما وقع، وان نوصل نشتغلوا في هذه المرحله هذه الى تاطير ابنائنا، الى تاطير شبابنا، الى تاطير الاجيال، نشر ثقافة التطوع. حنا على مستوى الجمعية ديالنا كنشتغلوا بزاف على قيم التطوع سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، ولقينا على أن الشباب محتاج أنه يشرب هاد قيم التطوع، وها هو جا الوقت فين نقدروا نشتغلوا عليها. وهذا لا يعفينا من واجبنا باش نهتموا أيضا بالمناطق الهامشية والمنسية داخل إقليم العرائش. كيف ما قالوا الإخوان كاملين، نحن نكمل عمل الدولة، ولكن للمجتمع المدني جانبه الإبداعي وجانبه الرقابي وجانبه التكميلي. حاجة أخرى باش نأكد عليها، علاش بعض المرات كتكون المساهمة المجتمعي أكبر مدني أكبر من مساهمة الدولة؟ ثم كتعرفوا أن المنظمات الأجنبية ما كتنسقش مع الجهات الحكومية، بل كتنسق مع منظمات مدنية داخل المغرب. فهناك منظمات أمريكية وسويدية وبريطانية وخليجية باش تعطي عشرات الملايين من الدراهم للجمعيات محليه وتنسق معها في شراكات على اساس باش تكون مشاريع كبيره، في حين ان هذه المساعدات لا يمكن ان تذهب للدوله، لان القانون ديالها والاطار ديالها كيعطيها الحق انها تنسق مع جمعيات ومنظمات محليه. لهذا بامكان بعض المنظمات المجتمع المدني والاخوه اللي عندهم التجارب بامكانهم يديروا مدارس نموذجيه، بامكانهم يديروا مقرات للايواء، بامكانهم يديروا مراكز لتعليم وتنميه النساء، وراه عندنا التجارب في اقليم العرائش وهناك تجارب في اقليم. نعم. شكرا سي اشرف على الحضور ديالكم. سي محمد الهواري كلمة أخيرة. سعيد جدا بالتواجد مع في البرنامج ومع الاخوان. شكرا لهم جميعا على المعلومات القيمه اللي والنقطه الاساسيه هو نتمنوا ان هذا الحماس يستمر. طبعا شعبيا غادي يتراجع، ولكن حنا كجمعيات واجبنا هو الصمر في العمل. نعم.
امر، وهذا هو دور ديالك اش انتيات، وهذا واش كنتكلموا على التكتل ولا التجمع، لان الدور ديالنا ان نستمروا مع ديك الناس، حنا نحاولوا نشتغلوا معاهم اطول مده ممكنه ان شاء الله، نحاولوا نوفروا لهم الحاجات ديالهم اطول مده ممكنه. وشكرا لكم، شكرا للاخوه جميعا. نعم شكرا، نتمنى لكم التوفيق العمل ديالكم الجماوي. السي مصطفى حمدي صديق البرنامج، مصطفى انور تسمعني؟ لا كنسمعك، اعطينا كلمه اخيره. كلمه اخيره كنوجه لكم الشكر اخي انور بصفه شخصيه والاخت مريم مقيمين على البرنامج، وكنشكر الحضور الكريم اخ محمد اخ اشرف اخ انور الذين شاركوا تجربتهم في هذه القافله ديال التضامن، والله يلاقينا في ساعات الخير ان شاء الله. شكرا سي مصطفى. سي انور. اولا شكرا لبرنامج نافذة بعيون مهاجرة إطلالة على الوطن، شكرا لكل الطاقم ديال البرنامج، لجميع الإخوة، شكرا للأستاذ عبد الهادي العبداني، شكرا للأخت سناء مريم الزمن، شكرا للإخوان، وشكرا اللي دار شي حاجة، شكرا اللي عطى، شكرا للمتبرعين المحسنين، شكرا للسلطات المحلية، شكرا للدرك الملكي اللي استقبلنا، ولو الوحدات الجيش، يعني هاد الناس هادو اللي كانوا يخدموا، شفنا منهم واحد، شفنا واحد حاجة مزيونة. أول مرة أنا شفت في المغرب شي حاجة مزيونة اللي مشيت للحوس، أول مرة. فلهذا أنا كنشكرهم. ثانيا الشكر الجزيل للشباب اللي ديال اللجنة التنظيمية اللي كانت معايا، كل من الشاب ياسر بن مصطفى العسري، عبد العالي البدا، حمزة العمراني، هشام التيجاني، يعني هاد الشباب اللي تطوع وكان كيجري وصرف من جيمو، وصرف من جيمو وكذا ومشى، وباقي وقال سنين ديال العمل الجمعوي، سنين ديال العمل الجمعوي ان يرتقى، وهذا كان حبا في المواطنه، في التضحيه، في حب الوطن، يعني هنايا. نعم شكرا 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 يعني شكرا شكرا خي انوار. وكلمه الاخيره هي ان المبادره المدنيه بالعرائش للتضامن غنزيدوا لها جوج نقطات، وخصنا تستمر وتجمع اكبر عدد من الفاعلين الجمعويين او الشرفاء المدينه فيها، ونعطيو شي اضافه نوعيه ماشي للعرايس كما عطينا في هذه القوافل وكما نعم القوافل. شكرا. نعم بالمناسبه كنتمنى نهار السبت يحضروا اكبر عدد من الناس من هذاك اللقاء اللي عندنا في زلجو ان شاء الله. ان شاء الله. اذا بدوري كنشكركم بزاف على سلبيه الدعوه ديالكم، كل واحد اللي باسمه، سي اشرف، سي محمد الهواري، سي مصطفى محمدي، وسي انور الشرادي. كما اتقدم بالشكر الجزيل للمشرف العام للبرنامج سي عبد العالي مداني، ومخرجات البرنامج الاخت سناء زمان. شكرا لكل متابعي برنامج نافذه بعيون مهاجره، والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله. الى اللقاء.